نقول على مكونات سمك المحشي فريك: سمك لوط، ثوم، بهارات سمك، كمون، جنزبيل، شطه، زيتون، طماطم، بقدونس، بصل، فلفل الوان، وفريك مستوي. نطلب من السماك اللي بنتعامل معاه يفتح لنا السمكه من فوق. بالمعنى ايه؟ هوصل لمرحله السمكه واوريها لكم علشان ايه، بس ايديا ما تبقاش فيها سمك. نبتدي الاول نجهز البصل. هيبقى حلقات تحت السمكه عشان ما تلزقش، يعني هنقطع كده حلقات ونفردها في الصينيه. على فكره هو تحت السمكه عشان ما تلزقش، وبرده هيتاكل مع الرز او مع الفريك هيبقى لذيذ قوي. اخر قطعه بس، تمام كده نفرد بقى كده. اسهل حاجه ان احنا نروح للسماك نطلب منه يفتحها لنا سنجاري. بيفتح السنجاري ازاي؟ بيفتح السمكه من فوق من عند الزعنفه الفوقانيه من جنابها، وبيكسر سلسله الظهر ويشيل السلسله، وبعدين ينظف السمكه من جوه ويشيل القشر ويروقها تمام التمام، وتبقى جاهزه على البيت على طول. ناخدها ونبتدي نشتغل عليها كده. ده الاساس اللي تحت علشان مفيش حاجه تلزق. هاخد بقى السمكه واري حضراتكم. انا كل حاجه متقطعه جاهزه، واري حضراتكم هنحشيها ازاي او بتتقطع ازاي. بيقطع السمكه بتبقى سليمه كده، بيقطع من هنا كده عشان تبقى واضحه. السمكه بتبقى بالمنظر ده، بيقطعها كده وكده، بعدين بيكسر، بيفرغ من حوالينها سلسله الظهر اللحم، ويكسر من ورا، يكسر من قدام، وتبقى بالمنظر ده. في الحشو بتبقى ظريفه قوي زي ما حضراتكم شايفين، فيها زي كيس، فالكيس ده هنملاه فريك والخضار دلوقتي على طول. طيب نغسل ايدينا بقى دلوقتي علشان نقدر نمسك السكينه وبقيه الحاجات. بوله حط فيها الفريك، ده بيستوي زي الرز بالظبط، كميه الفريك لكميه ميه، ونسيبه على نار هاديه لحد لما يستوي كده. كفايه فلفل الوان، طماطم متقطعه مربعات، زيتون اخضر، طبعا يفضل ان هو نجيبه كده مفهوش بذر عشان ما يضايقناش واحنا بناكل. وهاخد معلقه صغيره، حط بقى الزنجبيل، بهارات السمك، شطه، كمون، واخر حاجه دي نقطعها فصين الثوم. برضو الحاجات اللي داخل الفرن دايما نقطع كبير علشان ما يتهريش. خلت السنان دي علشان بس يعني همسك بيها السمك كده علشان ما يبقاش ما تفتحش. طيب نحط زيت زيتون ونحط ملح. نفتكر في زيتون، فالزيتون ده هيبقى حادق، ما نحطش ملح كتير. ثلاث معالق زيت زيتون، ونقلب كل المكونات مع بعض تقليبه كويسه. طب هتقولوا لي ليه مش بتحط الفريك ني ويستوي جوه؟ الفريك عشان يستوي يحتاج ميه، فانا مش هعرف املى السمكه ميه. تاني حاجه، لما هيستوي جوه السمكه هو مش هينفع يستوي طبعا. انا بس بقى يعني بفكر مع حضراتكم بصوت عالي علشان نبقى عارفين السبب الحاجه بتتعمل ليه. مش هيستوي، ولو استوى ممكن حجمه بيزيد، فهي هيفتح من السمكه، يخلي السمكه مش تنفجر، يعني هتبقى مش مظبوطه قوي، هتطلع شكلها مش حلو. هوري حضراتكم طبعا انا مجهز واحده ثانيه او سمكه ثانيه جاهزه، هوري حضراتكم شكلها بيطلع ازاي. شويه ملح كده لزاز، وبعدين نحط السمكه كده اهو. بصوا حضراتكم حتى الكيس او حته بطن السمكه هياخد كل الكميه كده. ممكن على فكره كمان لو مش عايزين نحط خل السمك ممكن نربطها بحبل، يعني المتاح موجود، اللي موجود متاح في البيت نقدر نستعمله. طبعا اي حبل، مش حبل الخياطه الصغير، هنحتاج حبل اكبر شويه، يعني في حبل بتاع الطبيخ. انا حتى ممكن اسرع الوقت واحط كل الكميه كده. كده كفايه.
نعدلها بقى كده. شوفوا حضراتكم شالت كل الكميه، وهنبقى مطمنين ان هي مش الفريك مش هينفخ، مش هيزيد حجمه، فمش هيحصل ان هو يطلع من السمكه او اي حاجه. نجيب كده لقدام كل ده. البصل ده بيتاكل بقى مع الفريك بيبقى لذيذ قوي، وبخله السنان بس كده، حتى مش هنعمل حاجه اكتر من كده. تمام، ولا هندككها ولا هنعمل اي حاجه، هي بس من ناحيه واحده للناحيه الثانيه على طول. يمكن استعمل اتنين او ثلاثه خله سنان واحده واحده، مش لازم نجمد عليها عشان لو جبنا عليها تتكسر الخل، يعني بالراحه كده. بس المهم ايه، نوصلها من الجلده للجلده عشان ما تردش تاني. بص حضراتكم الجلده كده فوق تعدي، الجلده بتخليها ما ترضاش ترجع تاني. خلي بالنا بس على صوابعنا واحنا بنعمل الموضوع عشان ما نزقش جامد، تروح معديه في الصباع هتبقى مؤلمه شويه. اتاكد بقى ان السمك مريح كويس على البصل عشان ما يلزقش. تمام، دخلها الفرن واغسل ايدي. كده بقى احنا مطمنين ان الفريك مستوي، بس احنا عايزين نسوي السمكه يعني تلت ساعه بالكتير وتبقى في الاخر بالمنظر ده. ادي كده السمك لوت محشي